دلوقتي اللي دخلوا في النادي الاهلي علشان الفتره اللي جايه، الوقفه الدفاعيه كانت ازاي؟ معانا النهارده اتنين من اعظم المدافعين في تاريخ الكره المصريه، كابتن هاني رمزي والكابتن عماد النحاس. جيلبرتو النهارده حسين الشحات بيوصل للهدف 21 ليه افريقيا، اصبح الرابع في هدافي بطوله افريقيا بعد الكابتن محمود الخطيب برصيد 37 هدف، بعد محمد ابو تريكه 32 هدف، عماد متعب 28 هدف، حسين الشحات الرابع 21 هدف، وياتي بعده وليد سليمان 20 هدف. يمكن انا قلت هنا مع حضرتك في الاستوديو قبل كده، حسين انا من وجهه نظري حسين الشحات دايما لو استغل كم الفرص اللي اهدرها في السنين اللي لعبها في دوري ابطال افريقيا كان ممكن دلوقتي يكون بيزاحم ابو تريكه وبيقرب من الكابتن محمود الخطيب. لكن من وجهه نظري ان حسين الشحات من اللاعبين المميزين في اخر 10 سنين في مركزه، وللاسف بسبب الفرص اللي ساعات بيضيعها او بسبب في بعض الفترات كان مستواه بيهتز الى حد ما، بيتم دايما مقارنته بلعيبه في نفس مركزه في انديه اخرى ما حققوش ربع الانجازات اللي هو حققها او ما ساهموش في ربع الانجازات اللي هو حققها. فالنهارده لا، حسين الشحات لعيب مؤثر جدا، لعيب مميز جدا، لعيب عنده حلول كتير، عنده سواء بنتكلم في السرعه، في المراوغات، في التسديد، في التمركز، بساعات يجيب لك اهداف انت ما تتوقعش، يعني الكره تبقى غير متوقعه تلاقيه سجل لك هدف. فالنهارده حسين الشحات اعتقد مهم جدا برضو يبقى عنده حته الطمع بزياده، ويبقى عنده حته مش طمع اللي هو السلبي، لا، النهارده انت لما بيبقى عندك فرصه محققه للتسجيل لازم تستغلها بكل ما يعني بكل ما عندك من اصرار، لازم النهارده تمركزاتك تبقى افضل من كده، الفينش بتاعك يتطور بشكل افضل من كده، لان يعني هي عنده فرصه النهارده، ممكن البطوله دي، ممكن البطوله الجايه لو استغل بس شويه فرص مع منافسين اقل شويه لما النادي الاهلي بيلعبهم يلاقي نفسه النهارده واحد من يعني النهارده رابع هداف تاريخي للنادي الاهلي في بطوله افريقيا، دي حاجه كبيره جدا. بص الاسامي اللي بتسبقه قدرها عامل ازاي، فتخيل بقى انت لما تزاحمهم وتتفوق عليهم، فاعتقد ده بيبقى حاجه كويسه في تاريخ اللاعب، وكمان بتساعد النادي من الناحيه الجماعيه ان انت طول ما انت بتسجل الفريق بيكسب يعني. تمام.